طرق عجيبة وغريبة، يعني يؤتي إلى بعض الأحاديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم ويتضعف حتى لم يسبقهم أحد في تضعيفها، سبحان الله. ويأتون إلى بعض الأحاديث والله ظاهرة الضعف، ولم يرى أحد من العلماء أنه صححها، بل من العلماء المحققين من جزم بأنها لا تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو أثر، ومع ذلك يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، والحديث أصلا ليس بحديث. ما أدري كيف هؤلاء. ولذلك طالب العلم عليه أن يسير حيث سار العلماء المتمكنون من المعاصرين في أي فن، لأن هؤلاء أخذوه على طريقة من سبق وهكذا، وهي طريقة العلماء الحقيقيين. لكن من شاء أن يقرأ له أي كلمة أو أي رأي ويقول والله الرأي كذا، ولا يصح في هذا الباب شيء، ولا يصح شيء من هذا، من أنت؟ الإمام أحمد ولا ابن معين ولا ابن المدين ولا البخاري؟ نعم، ولا شيخ الإسلام ولا ابن القيم؟ ابن القيم في منار المنيف قال لا يصح في هذا الباب شيء، واستدرك عليه، وهو ابن القيم، فمن أنت؟ لابد أن يعرف طالب العلم قدره مهما قيل فيه من الأوصاف أو بجل أو أنه كذا وكذا وكذا. من أنت؟ أنت ضعيف، نحن ضعفاء، لولا الله ثم هؤلاء الذين أوصلوا لنا العلم وحققوه وجمعوه. ولذلك هؤلاء لا يمكن، لم أرى لهؤلاء أنهم يذكرون هذا الرأي لأي عالم من العلماء المتأخرين، فمن باب أولى أن لا يذكروا رأي أي واحد من المعاصرين. ما رأيت واحدا من هؤلاء يقول والله قال الألباني، ولا يقول والله قال ابن حجر، ما يذكرون، ولا يقولون قال السخاوي ولا الذهبي، ما يذكرون، يذكرون رأي لعالم من علماء الحديث المتقدمين. طيب العلماء المتقدمون من الحديث الإمام أحمد والبخاري وابن معين وغير هؤلاء يختلفون في الحديث، فلماذا تأخذ برأي واحد منهم وتقول والله هذا رأي المتقدمين؟ فانتبه، هذه طريقة لا تبني علما ولا تفيد الناس.